نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، وخاصة مقابلة البارح بين تونس والجزائر مع ضيوفنا سامي العكريمي وسامي العابدي والمنجي بن ابراهيم. سي المنجي، شفنا لاعبين جدد في المنتخب، خاصة حنا بعد المغرب اللي شفناه شوية في زوج مقابلات، كيف عمر رقيق. أنت كنت حاضر في الندوة الصحفية تقريبا اللي تعملت تقديمه، البهرج اللي شفناه الكل، هل يتماشى مع إمكانيات الملاعبية؟ وهل هذا ما ينجمش يخلق شوية حلزيات بين الملاعبية، خاصة فما لاعبين آخرين جاو للمنتخب، علاش ما صارلهمش ينجموا يقولوا كما هكا؟ وعلى خاطر ممكن خاطر جايين من مانشستر يونايتد وارسنال، سي بوسيبل. لأن اليوم إذا كان تعمل مع حنبع المجبري العمل هذاك يلزمك تعمل مع عمر رقيق وراء أي لاعب جاء في نفس الوقت. لكن اليوم سي فريك أنا جوروتيان اللي كانت فريمون حفل احتفال اكسبسيونيل للوليد ريان اللي كان هو اللي كان السبب معناها في التقديم هذايا، وخلات اللي الناس كل انبهرت بالشو هذا وليد. نعرفوا اللي ظروفه الصحيه صعبه برشا، ربي يشفيه. لكن انا نقول اللي اليوم حنا بعد المجبري زاد ما يلزمناش نظلموا الجوار هذايا، لان كان احتياطي ضد الفريق الكونغولي واللي تخوفنا منه، اللي الفريق الكونغولي يلعب من غير مهاجمين. هذاك علاش خلى ما نجموش نحكم على الدفاع نتاعنا ولاك سنترال اللي كما قال سامي عنده قداش من مباراه وعندنا مشاكل كبيره برشا. لكن اليوم حنا بعد المجبري كانت من المفروض اللي انا ورى حاجات في المباراه الاولى، اللي انا ولو عمل سيت باس الادفيرسير، لكن هذاك من الخوف وكان معناها خايف من المردود نتاعو. لكن كانت ثم امكانيه يعطي في دي سوليسيون للفريق. كنت انا حبذت مباراه ضد الفريق الجزائري باش يتقابلوا مع رياض محرز، باش يتقابلوا مع البلالي، باش يتقابلوا مع برشا الفاغولي وكل شيء. كنت حبذت انا يكون هو تيتولير في المباراه هذه، لأن باش تكون كمباراه ريفيرونس. لأن اللي خفنا منه ضد الفريق الكونغولي اللي ما نجموش نحكم على لاك سنترال، خفنا قلنا ضد الفريق الجزائري نجموا نتعرضوا لبرشا مشاكل او نيفو ديفونسيف، وهذا اللي صار. لا بروف انا بري دو بوت سور بالاريتي، اللي اليوم كي كانوا المدافعين الصلب هذوكم اللي كانت حاجه مهمه ومهمه جدا. وبربي خويا اسلام ثم حاجه راهي في الكوره باقي احنا قاعدين معناش عاطينها قيمه برشا برشا. جبد خويا وسام قبيله، راو طونك فو نافي با اون كولون فيرتيبرال في الفريق راهو ما عندنا وين نمشيو. كان تتفكر نقولوا كونتي، تفكر سامي وقت اللي تخليت عليه لايستر تلعب على التياح، قعدوا سنتين باش جابوا ملاعبي باش عوض انجولو كونتي كما صار حتى في تشيلسي. معناه يوريك اليوم شوف انجولو كونتي ايش قاعد يعمل في تشيلسي وفي ليكيب دو فرانس. سامي حبيت تعلق؟ لا حبيت نعلق. انت شنو هي السؤال اللي سالته نجيب بن ابراهيم؟ قلت له البهرج اللي عملوه اللاعبين هذوما، البهرج اللي عملوه اللاعبين هذوما هما هذوك كان حاصل وسيء وكانوا باش يجيو الفريق الوطني توقيت صارت البهرج هذاك والفوشيك وتعرف شنو وكل، لانه لافي جا القرار الاولاني نتاع الشابه كان هذا لتغطيه قرار التاس الاول اللي هو جاء في صالح الشابه. توا نجيو للاعبين هذوما، نجيو للمجبري. شوف انا ما نشككش معناتها في التالون تاع الملاعب هذايا، ما نشككش وما لازم حد يشكك. انت قلت لي قال منجي بن ابراهيم، قال منجي بن ابراهيم سوريتي تي بيان، واذا كان ملاعب هذايا هبطوا تيتولير ضد الجزائر وكل. خويا نحكيو على الاستاتيستيك وكل، شنو هي الاستاتيستيك نتاع مجبري؟ ما هو يلزمنا نحلوا جوجل ونشوفوا كالسون لي ستاتيستيك دو مجبري. احسن لاعب في الفريق الثاني في مانشستر، في الفريق الثاني وما لعب حتى مباراه في الفريق الاول، باش تجي تلعب لعب مقابل الفريق الاول، مقابل لعب ديبري بريماتش هي من عام 2003. خليني نمشيش ندكشوا مع بعضنا. لا هذا ماشي ل 19 سنه، ماشي ل 19 سنه. 17 ان روني ستار في ايفرتون وفي تحب تفوز. لازم نصبر علينا، مازلنا ما لعبناش شيء. هو ما تعملوش البهرج هذاك، لانه البهرج هذاك يضر. هذا السؤال مش تشكك في الملاعب هذاك يضره. وبعد نجيو للستات، للستات نتاع مجبري. مجبري سي ان تري بون جوار، سي ان اسبوار اون انفستي فيه معناتها في المستقبل. سو ني با ان جوار بور توت سويت
والستات نتاعو تشوف الستات نتاعو يلعب في الدوزيام ايكيب ولعب 20 مينوت ترقداش في البريمير ايكيب. وقت تجي انت تشوف الستات نتاع رياض محرز ايدام معناتها بور رقيق لاعب 11 ماتش داخل فيهم هكا يدخل ويخرج وكل حرام عليك تعمل اكل العمليه كل باش تغطي القرار الاول نتاع الشابه وتجيل الطفل هذايا اللي عملوه لتميم اللي عملوه للطاهر الشابي اللي عملوه العتوله تقل انه ضربه باهيه انه جبناهم على ملاعبيه بالقيمه هذه انا شوف في ارسنال ومانشستر انا جو نون دوت با مي سي ان جوار كي ا توت ابروفي كو سوسوا في الكارير نتاعو في انجلترا كو سوسوا هنيه في تونس انك تقدم وقت جابوا محرز هما وقت جابوا محرز ما عملوش حتى شيء. مش هذا سؤالي. تشكر الجامعه ان جبناهم اليوم لعبية هذا. انا تشكر على مجهود الجامعه على الاقل. هذايا شوف احنا ساعه الخفايا نتاع الحكايه هذوما ما نعرفهمش انا ما نحبش نحكي عليهم الخفايا نتاع الحكايه. انا نشكر الجامعه على هذايا لكن انك تعمل البهرج هذايا وانك تدخل لاعبين اليوم في المجموعه هذه تعرف لو ما ينجحوش الناخبين الوطنيين هنا في تونس سامحني جيت نقول لك حاجه برك تعرف لو ما ينجحوش تعرف لو اللاعبين نتاع الفريق الوطني اقوى من الناخبين لانهم كلهم يعرفوا ان الناخبين الوطنيين هم تحت سيطره رئيس الجامعه ما يحترمهمش ما يحترموش وقت يشوفوا رئيس الجامعه يعمل القائمه وقت يشوفوا يهبط الانستيتولير وقت يشوفوا رئيس جامعه يهبط للفستير ما ينجمش يحترم ناخب وطني. الزوز لاعبين هذوما اللي جبتهم الصغار فانا امبيونس حطيتهم في اي امبيونس تسخابهم سيدي تيتا هما ما يعرفوش شنو اللي صاير في الفريق الوطني وقت عاشوا مع الفريق الوطني تسخابهم هما ما يعرفوش شنو اللي صاير في الفريق الوطني ما يعرفوش القرار منين جاي ما يعرفوش انه المدرب اخر حلقه في الفريق الوطني لذا سي بيان اللي جاوا الجوارات هذوما لكن قلت لك نعاود نرجع لك انكس انترناسيونال وانكس انترناسيونال يقول لك دون كيل امبيونس حطيتهم فوالا من الملاعبيه جدد دايرا سيباستيان تونكتي اللاعب هذايا فضل المنتخب التونسي يلعب في بطل النرويج جاء للمنتخب في ستاج اللي فات ما لعبش حتى سكوند كيف جاء مقابله الكونغو ما هبطش عرف يبدو انه نفسه في مقابله الجزائر مش يلعب زاده ولو انه هو والجامعه هبطوا فيرسيون اخرى نتاع انه اللاعب عنده التزامات مع فريقه لكن فما اخبار تقول الملاعبي تغشش معناه وعرف روحه ماهوش في الشوا نتاع المدرب هذاك شاف لومبيونس هذاك سامحني جوست فما خفايا فما هذاك شاف شاف لومبيونس وما عجبوش الجو في الفريق الوطني ما عجبوش الجو في الفريق الوطني وخرج انا نقول اليوم انت كيما قلت معناها حنا باعل ولا رقيق معناها دي طالون بهين يا خويا مش يفيدوا المنتخب ولا تونكتي اليوم تجيبهم تحطهم في الكادر وتحط وتدخلهم في الجو وتدخل الملاعبيه معناها فما هيبه كبيره عملوها له حنا بال اليوم حنا بال حبينا نشوفوه البارح حبينا نشوفوه ماتش كاسح البارح وماتش معناها هو ميكال اما ميكال راهو مش كيما ماتش اوفيسيال ماتش ميكال ديما تعطي فيه اكثر من تعطي في الاوفيسيال خاطر تلعب مرتاح اكثر تمكش ريزلتا نبا النيفو مع اليوم البارح حبينا كل كيما مع اللاعبيه نتاع الجزيريه نبا النيفو وين بيان سور لا 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 لازم نشوفوه في ماتش كيما هكا ما وقتاش باش تشوفوا سي سامي بالله ملاعب الرقيق يلعب في ارسنال علاه ما حطيتوش البارح باهو جايك ماتش مالي باهي البارح ما لعبش او ماتش مالي جايك لازمنا نشوفوا الفالور نتاع الملاعب هذيا كونتر ايكيبيت قوي ويكيبيت باهيين هو راهو ملاعبي عنده لي مويان وما فماش ملاعب يمشي مانشستر ولا ليفربول ولا مشى ب 10 مليون يورو ما يا سلام ماهوش معناها مانشستر تخلوض باش تاخذ لك ملاعب كيما هكا لا والسوم زاد 19 سنه ولا قريب يعمل 19 سنه بشوي بشوي يدخلوا في الجو اليوم هذاك مستقبل بحول الله مستقبل المنتخب اما تعطيه ما تعطيه شكل الضغط الكبير اليوم ما عندناش ملاعب نحن راهو تلوحوا في ماتش الجزائر امانك نحب نشوف الكاليتي نتاعو ما نلوحوش في ماتش كاليتي ماتش اميكار راهو سي ما وقتاش تجربوا ماله انت ماتش اميكار راهو مش تشوفوا في ولا رقيق علاش ما تلعبوش نشوفوه اليوم عندنا انت اذا معمل عليه باش يدخل لاكس ويلعب في اللاكس الملاعب هذايا وياخو ياخو الطون دو جو نتاعو ياخو ياخو الوحده نتاعو باش الوقت نتاعو باش يلعب اعطيه لعبه ماتش اميكار دخلنا كوب دافريك اليوم سلام شنو مش تحط
شكون باش تلعب؟ يفهم مقابله اخرى مع مادي نجم يلعب فيها. انا احكي لك هذاك هو تو انت ما لعبتوش دو ماتش هذوما باش تلعبوا الماتش الجاي لازمك تجربوا ولا حنا بال لازمك تعطيه وقت باش يلعب. باهي مازال صغير لكن تو مادام منين صغير 19 سنه مع صغير مبابي 18 سنه واخذ كوب دي موند راهو فهمت معناها يلعب في ليكيب بريمير من اللي عمره 17 سنه سيمونجي في دورتموند الاختيارات اما احنا سيمونجي ما عندناش ملاعبيه كيما توا صلاح فرض روحه في ليفربول وغانغرون ستار ما عندناش ملاعبيه كيما محرز في السيتي طاير ما عندناش ملاعبيه كيما يلعب بانغرون تيتيلير النني في ارسنال اعطيني زيد سمي لي ملاعبيه العرب نحكي لك مش حتى ليزافريكان ليزافريكان برشا طايرين اما نعطي لك العرب ما عندناش ملاعبيه كلي طاير ونيكيب بتاعهم عامله ليه معناها فهمت سليماني والواحد وكل شيء.